نخش بقى على الكسكسي. نشوف مقاديرنا. اول حاجه طاس على النار وحله على النار كده، بس نحط السمنه البلدي الاول. الزبده اهي، ادي الزبده. والله لو اوريك يا مخرج، بس هنا بقى حبه زيت زيتون. ماشي حاضر. نعم، بصل وتوم. انا مش قلقان على اللحمه لان انا مسويها، فكده انا بشتغل براحتي دلا دلا، واحده واحده. ورانا ايه؟ وادي مكعب مرق مع الزبده عشان يطلع طعمه حلو. طيب الكسكسي عندنا بياخد بطاطس والطماطم وجزر وبصل وقرع عسل وحمص وكوسه، بس كل ده بنحطه في السليم، ما تقلقيش، عشان ناكله قطع قطع كده حلوه سليمه كده اهو. واسال عليا مره وقول لي بتصوت ليه. قال انا ما صورش. يا عم قال صوصو ليه؟ كده اهو، ده الكسكسي بتاعي. هي بقى المزاج الحلاوه هنا، بعمل ايه؟ عندي الشوربه بتاعته اللي هسقسق بيها هنا. عايز اعمل حبه كسكسي زي الكتاب ما قال. الكتاب قال ايه؟ انا مش فاكر. حدايق الشوربه اهي ملعلعه. الله يا بلادنا الله. الهوبر هوبر. هنخلي شويه برضو. كده نغطي بقى ونوطي، نغطي ونوطي، وهنا شغال. كده هنا. ده كرفس، كرات، بهارات، كركم. هو يا جماعه الكركم، طالما حطيت الكركم اقلل شويه من الطماطم عشان تبقى بس صفرة شويه. ادي الطماطم كده. ده الحمص. ده فلفل حار، كزبره خضراء اهو. عندي الهوت ووتر شغاله، اشيل بس ده كله من هنا. اذكر الله وصلي على الحبيب. نعم يا فندم، نعم يا فندم. يا خساره كله على كله. ولما تشوفه بقول له، قول له ايه؟ نعم. شايف اللحميه عامله ازاي يا باشا؟
ملبن. بص يا باشا، هوبر اهي، فاخد على اتنين. الشوربه دي حلوه. قوم اعمل ايه بقى كده هنا عشان الحل عندي مليانه. يبقى اللعب على الاتنين يا باشا. كده وادي شوية الصوص. وانا كده كده مش عايز النار. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كده بقى خلاص الكسكسي بقى حمصي اهو. يا سلام. والله يا اخونا احنا بنشقى برضه. ما المخرج بيقول لي لا ليه؟ اوبا. هوبا. كله مع بعضه كده. اهو يا باشا. اوعى اوعى حبيبي يا رسول الله. وده اهو برضو.